هل تصبح السيدة ميشيل أوباما الرئيسة القادمة لأمريكا؟ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما لم تظهر منذ خروجها من البيت الأبيض لغاية امبارح. امبارح اتكلمت في معهد لطلاب الهندسة المعمارية وقالت إن هي مش بتفكر تترشح للرئاسة الأمريكية، وقالت إن هي اتأثرت كتير جدا وهي خارجة من البيت الأبيض وحبست دموعها لما ظهرت في الصورة بتحبس الدموع نتيجة إن هي بتودع موظفي البيت الأبيض بعد 8 سنوات من الإقامة هناك. وقالت ميشيل أوباما إن هي للطلاب في المعهد اللي في فلوريدا إن هي مش بتفكر تترشح للرئاسة أو ترجع تاني للبيت الأبيض، وإن كده حياتها ممتازة جدا، أسرتها عايشة عيشة كويسة وهادئة، يقدروا يفتحوا النوافذ في أي وقت، لما يسافروا مش محتاجين موكب كبير جدا وحراسات كتيرة، فحياتها كده أفضل. هنا ملاحظتين على كلام السيدة ميشيل أوباما في المعهد اللي هو خاص بطلاب الهندسة المعمارية في أورلاندو في فلوريدا. الملاحظة الأولى اللي هو كلام أحيانا بيبقى مش منطقي وصعب إنه ينطلع على الناس، قال يعني كده حياتها بقت أحسن فعلا، إن هي قادرة تفتح الشبابيك وتمشي براحتها وإن مفيش موكب ولا في حراسة ولا في كل هذا الكلام، ما هي لسه بتقول من شركة هتعيط وهي بتسيب البيت الأبيض. يبقى إذا ده كلام تواضع في غير محله، لأنه ما كانوش تقاتلوا على السلطة ودخلوا كل هذه الانتخابات ودعموا حزبهم بكل قوة في مواجهة ترامب. ففكرة إنها تقدر تفتح الشبابيك دي حاجة ممتازة بعد ما تسيب السلطة، وإن ده أفضل من السلطة، هو كلام فيه ادعاء أخلاقي زيادة عن اللزوم، لأن مش معقول إن في إنسان هيقول إن هو بدل ما يمشي بالطائرة الرئاسية الأمريكية ويقعد في البيت الأبيض ونما ينزل العالم كله يهتز لنزوله وكل كلمة يقولها تحرك قارات وقارات، وإنه مجرد ما يقرر الحركة يبقى في أساطيل بتحيط به أرضا وجوا، وإن كل هذا الهيلمان لما ينتهي ويمشي لوحده على تذكرة طيارة عادية على أي طيارة ده يكون أحسن وأنسب. فالكلام ده فيه ادعاء أخلاقي وفيه تواضع زائف، لأن يعني صعب أوي إن حد يتقبله إن الحياة كده أفضل من الحياة السابقة في البيت الأبيض. النقطة التانية إنها بتمهد لاحتمال ترشحها للانتخابات الأمريكية. ما أول التمهيد إيه؟ إنها بتفكرش تترشح عشان بعد كده يبقى ده موضوع للنقاش، وبعد كده تبدأ تقول إنها ممكن ترشح نفسها للرئاسة الأمريكية. لو حصل ده يبقى فعلا السياسة الأمريكية كلها داخلة في مأزق كبير، لأنه الرئيس بوش الأب، يبقى احنا من بعد ريجن في فقر في النخبة السياسية الأمريكية، لأن من بعد ريجن احنا في رئيس وابنه، الرئيس بوش الابن وابنه الرئيس بوش الأب وابنه بوش الابن، وبيفكروا في بوش التالت بوش الحفيد، دي جزء من النخبة، ده جزء من النخبة. الجزء الثاني آل كلينتون، بيل كلينتون والزوجة وزيرة الخارجية ثم مرشحات رئاسة، وأدي كده باراك أوباما والزوجة عايزة تكون هي كمان مرشحة رئاسة. إذا بنتكلم في أسرتين ثلاثة أو عيلتين ثلاثة بقوا هما بيديروا السياسة الأمريكية والنخبة السياسية في أمريكا، وده يضع علامات استفهام كبيرة جدا حول الديمقراطية في أمريكا، لما يبقى رئيس وابنه ورئيس وزوجته ورئيس وزوجته وحفيد لرئيس وعم سابق اللي هو بوش الثالث ده عمه وجده كانوا رؤساء، بنتكلم على ضمور في النخبة السياسية الأمريكية وعلى سيطرة أسرتين ثلاثة على الحياة السياسية، وإن لمجرد إن ميشيل أوباما زوجة أوباما ممكن تكون مرشحة رئاسية، ولمجرد إن هيلاري كلينتون كانت زوجة بيل كلينتون تبقى مرشحة رئاسية، ولمجرد إن بوش الابن ابن بوش الأب أو بوش التالت ابن جيب بوش عم بوش الابن جد بوش الأب يبقى هو كمان مرشح للرئاسة. بنتكلم على تدهور في حجم النخبة الأمريكية في حال ترشح ميشيل أوباما للانتخابات الرئاسية القادمة.